الجزائر كي تدخل في عملية من الدول القليلة أو القلائل اللي ما عندهاش حساب، ماشي ما عندهاش مصالح، عندهاش حساب. ما تدخلش في ملف الليبيين فيه أشقاء في شرق ليبيا خاصمونا جماعة تبرق كما يقولوا، بعد ما كانوا جماعة الثوار كما تذكروا، قال ما أزرتوناش، احنا قلنا نأزروا ليبيا. مشى زمان جا زمان، اليوم اللي كانوا ثوار وقال ما أزرتوناش هما من اللي حسوا بنفسهم أقرب للجزائر. حتى الإخوان تاع تبرق اللي كانوا يحسوا بنفسهم مثلا يعني قال بالك فضلنا عليهم اخرين، دوك يقول لك يا اخوان انتم على الاقل نعترفوا لكم بشيء، اهتمامكم الوحيد هو سلامه ليبيا وهناكم انتم في داركم، ديروا محمد ولا ديروا عبد القادر شغلكم. نفس الشيء عند الاخوان في مالي، نفس الشيء رئيسكم رئيسنا رافق وساهم ولا يسر الامور الاشقاء في تونس 2013، يجوه هادو ولا هادو يسمعوا منه راية ودي قال خلوا تونس فوق تاج راسكم. الحمد لله الكلمة ربما وصلت لمبتغاها، إخوان في تونس داروا النقلة تاعهم بهدوء، واليوم تمنوا لهم مزيد من الاستقرار والازدهار، لأن كي يكونوا لاباس نكونوا لاباس. احنا واش نحتاجوا؟ نحتاجوا لهنا.